معكم في قناة وصفات سهلة وسريعة مع لبنى. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم فيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال بان دومي. أول خبز ديال التوست كيجي سهل وزوين في المذاق ديالو. كنقدروا نستعملوه الدراري بالتوست ولا كنديروا فيه الشوكولا في الكوتي. إذا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو جوج زلايف الفورس تقريبا نص كيلو، معلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال السكر، الزبدة معلقة كبيرة، كاس ديال الحليب يكون بارد وعامر، الماء على حسب دافي على حسب الخليط، معلقة كبيرة ديال الخميرة. صافي، دابا غادي ناخد لو بول وغادي نغربل الفرص، ضروري تنغربلوه. غنزيد الزبدة كاس ديال الحليب معلقة صغيرة ديال الملح معلقة صغيرة ديال السكر ومعلقة كبيرة ديال الخميرة فورية. دابا غادي نجمع هادشي وعاد غادي نزيد الماء شوية بشوية وهانتوما معايا. بعد ما عجنت العجينة كاملة كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي مجانسة وخفيفة تقريبا قصحة ما خفيفة بحال هكذا مجموعة مزيان. صافي، دابا غادي نخليها في لو بول تخمر تقريبا من ساعة حتى ساعة ونص ونرجع ان شاء الله. صافي، من بعد ما خمر خمرت العجينة كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نحاول نخرج منها الغاز اللي كيكون فيها. ندير شوية ديال الفرن كنخدم صافي. دابا غادي نعجنو شي شوية بحال هكا و او ميم طو كنشكلو على الشكل ديال المور. المور خصو يكون على هاد الشكل هذا باش كيجينا الشكل ديال بانديني. كنديرلو بحال هكا نقادو مزيان. المول دهنتو بالزيت صافي، وغادي ندير عجينة بالمول على هكا وغادي نقادها مزيان. كتجي بحال هكذا. دابا غادي نغطي عليها من نص ساعة حتى لساعة، يعني على حساب الجو كي تاكل. تقريبا غنخليها انا 45 دقيقة بركة على ما تتضاعف الحجم ديالها ونرجع. صافي، من بعد ما دازت نص ساعة يعني انا لقيتو خمر صافي بركة عليه. دابا غادي نديرو في الفران تقريبا 40 دقيقة، من 30 دقيقة حتى 40 دقيقة ونتلاقاو في الشكل النهائي. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال بان دومي بعد ما خرجش من الفران. كيجي على هذا الشكل، كيطيب مزيان يعني خليتو تقريبا 30 دقيقة، كيجي رائع وزوين. من بعد ما خرجتو كنغطيه بمنديل كنخليه يبرد شوية واحد 15 دقيقة عاد نقدروا نقسموه. غادي نقطعو حداكم تشوفوا كي تيجي. ضروري ناخذ واحد السكين اللي يكون ماضي، كيجي هشيش
كلكم تدهنوه بالشوكولا، ديروا التوست بالفخوماج، كيف قلت لكم كيجي زوين. نتمنى ان الفيديو يعجبكم والوصفه تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفات سهله وسريعه مع لبنى.